أما تدخن يا بيه؟ لا متشكر ما بدخنش. مليح. اسمك ايه؟ من هناك؟ انا يا اخوي. اه اسمي رفاع الطحطاو. هاشم الرشيدي بنكر نفسه رجالة. ومين من كلاب الرشايدة يقدر يقول اسمه قدامك يا جابر؟ قول له انزل من العربية. قول له انزل. 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 حامل وبتتألم وانا دكتور. دكتور؟ رايح كفر الجبل تعمل ايه يا دكتور؟ كفر الجبل بلدي. اسمك ايه؟ الدكتور سامي العدوي. وصل الركاب. ست حامل وتعبانة. اركبوا. استنى انت. ليه يا اخوي؟ استنى. كيفك يا هاشم؟ والله اشتقت لك كتير. ازاي الحكومة سايباهم؟ دول المطاريب محدش قدر يقف قدامهم. عايشين في الجبل وسط الوحوش والدياب. يا كبرهم الملتم يبقى جابر الديب محدش قدر يشوف وشه. ويقولوا اللي يشوف وشه ينقتل في الحال. واللي بينه وبين الرشايدة يتفتلوا بلاد. وايه اللي بينه وبين الرشايدة؟ زي ما تقول كده، بين المطاريب والرشايدة يا قلبي لا تحزن. والمطاريد نزينا وهم اسياد الجبل. طب والاهالي موقفهم ايه؟ والله الاهالي عايشين بالنارين، نار اسيادهم اللي فوق ونار اسيادهم اللي تحت. وصلنا كفر الجبل يا رجاله، الحمد لله على السلامه.
شكرا. بقولك ايه يا ريس؟ نعمين. ما تعرفش فين بيت العدوي؟ اتهوى دلوقتي يا دكتور، الرشايدة خدوا خبر، بعد شوية البلد هتبقى دمرة من جهنم. أباي أصدر يا رب. أباي سامي العدوي دكتور. مفيش مواصلات نازلة مصر دلوقتي، روح نام والصبح سافر. أنا لسه واصل حالا من مصر. اتفضل. شكرا. وجاي تعمل ايه في كفر الجبل؟ هفتح عيالة ان شاء الله. وناوي تعيش فين؟ في بيت ابويا. طبعا هبعت معاك عسكري يوصلك بعد ما تشرب الشاي. بس انا معرفش البيت. هو بيت مهجور من زمان في اطراف البلد. بيت العدوي. تعرفه؟ ولا عمري سمعت عنه. مين ده اللي هيفتح بيت العدوي؟ سيبك منه. مين اللي لو يفتح علينا فتحة ويفندم المواجع؟ ده راجل عجوز وبيخرف. ممكن اشوفه؟ اتفضل. انت ابن العدوي؟ ايوه. اسمك سامي وبقيت دكتور. عرفت اسمي ازاي؟ بقول لك ايه، هو صحيح الحكومه في مصر لغت التعريف؟ ليه؟ زي ما انت شايف متسول ومدمن افيون. ده انا بعمل فيه جميل، بنايمه هنا بدل ما ينام في الشارع. قاعدين يبقوا شر الجايين. الخير يا محمود بيه. خبر ايه؟ عايزك في كلمه. اي
ايدوني يا اخويا، ايدوني ايدوني يا اخويا. جمال جمال جمال، بس يا عمارة خش جوه. ايدوني يا اخويا، انقلوا جوه يا سليمان. انا لحقت على اخر نفس، ربنا كتب لي عمر جديد لما حطوا على طريقي. ضربوني اجمد يا هات يا خول، ضربوني ضرب شديد يا خول، وبعدها يا خول تعال تعال يا فندم. يا دكتور صباح الخير. صباح الخير، حضرة الظابط بيقول لك لاجينا بيتكم، فوت قدامه على الصلاة. كمان اتفضل. الظابط بيقول لك لو احتجت اي حاجة احنا في الخدمة. متشكرين يا حضرتك. السلام عليكم. مع الف سلامة. الدبر بده يزفعني، فوتوا قدامي. معاك يا غزية. خدامتك يا سيد الرجالة. فضلت خيرك حاجات من السوق واخبار من البلد. هاشم الرشيدي من ساعة ما رجعته العلقة وهو متربط. وايه بقية الأخبار؟ الرشايدة
فضوا مطرحين في حوش البيت، واحد مالوه كسب الكماوي والتاني مالوه علف يكفوا مديري. يقولوا في دكتور جديد نزل البلد. ايوه صح، ده فتح بيت العدوي وبيضه، وبدل ما كان مليان عقارب وتعابين بقى يشفي في العليل. واهل البلد مبسوطين منك دي عاد قوي. ايه اللي خلاها يختار بلدنا من دون الصعيد كلها؟ صح، ما هي برضه تبقى بلده. بلا ناس بتطفش في الصعيد، يقول هو يجيها برجليه ولا مجيته دي فيها هنه. صح يا اخوي صح، قصدك ان الدكتور مبايت على نيه؟ نيه صادق. صح يا اخوي، فين المويه يا ولد؟ احنا كنا دخلنا جوه ضميره واطلعنا عليه. بكره الايام هتكشف على المستور، لسه هنستنى الايام. بقول ايه، اجري عليه واطخه على طول. الدجع ما بنش منه اي شيء راضي وشكله يطمن. انا مش عارف انتوا قلقانين منه كده ليه. عندك شكله يا جميله، شفتيه فين ومتى؟ جميله شافته في الطريق وما ظهرش منه غير كل ادم. رايحه فين؟ شبعت يا بابا. ما كلتيش كشك؟ ملهاش نفس تاكل، زهقت من قعدتها في البلد، عايزه تقضي المسامحه في اسكندريه. هذه اللي خدناها في الجامعة. بكرة الدنيا مش هتسعك لما تشوفها دكتور. أول جميلة ما تتخرج من الطب هيكون الدكتور سامي كوش على عيانين البلد كله. صح، ساعتها أجري عليه وطخه، وبنت أخوي تاخد عيادته. كفايانا من القعدة والمطاريد، لأنه سبق بالشر ونعديه. الولد ده من بكرة هيكون لي تصرف تاني معاه. ناولين الكشك. يا أهل البلد، الدكتور سامي فتح عيادة في البلد وكشف فيها شفاء. يا أهل البلد، الدكتور سامي فتح عيادة في البلد وكشف فيها شفاء. يا أهل البلد، الدكتور سامي فتح عيادة في البلد وكشف فيها شفاء ودفع فيها حول. يا أهل البلد، الدكتور سامي فتح عيادة في البلد. ما تتعبش نفسك يا دكتور، اهل البلد ما بيعرفوش يجروا. شيل اليافطه، هيجي يوم ويعرفوا يقروا. طب باي، وهتستنى هناك لغايه ما يتعلموا يجروا؟ مش هستنى كتير، اليوم ده جاي قريب ان شاء الله. والله خلاص زهقتوا مني. وده معقول نزعج منك؟ ده انت منور البلد. منوره باهلها. عارف مين اللي بيكلمك دلوقتي؟ اتشرف، انا محمود الرشيدي. اهلا وسهلا، وانا سامي ابن العدوي الله يرحمه. انت كنت تعرف والدي؟ كان باش كاتب الجمعيه الزراعيه، راجل كان يتحط على الجرح يطيب. اتفضل. وشكر. انا طالب منك خدمه. عمر، انا عاوز تجيب لي راجل تثق فيه يشتغل معايا تمرجي. انا هعلمه شغلانه التمرجي، بس شرط يكون امين. وش معنى انا اللي بتطلب مني بالذات طلب زي ده؟ بصراحه انا ارتحت لك، خصوصا انك كنت تعرف والدي الله يرحمه. عز المعرفة. انا اسف اذا كنت بتقل عليك. يا دكتور انت تؤمر. هتستأذن يا بقى. مع الف سلامة، شرفت. يا دكتور انا مستنظرك بكرة في البيت. خير؟ عايز اعمل معك واجب. اتفضل يا دكتور. متشكر. عجبك الوكل الفرنجي ده يا دكتور؟ يسلم ايدين اللي عمل. ايوه، ما انت بتشرب قهوه فرنجي برضو. اسمها نسكافيه بابا. صح، شطنا فوق. ايوه، ما هي جميله دكتوره برضو. صحيح، ايوه، في سنه ثالثه طب. عظيم. دكتور مش هتفتكر حاجه من البلد عاد. اباي هيفتكر ايه ولا ايه؟ ده امه سابت البلد وهي شايلها على يدها، وكان عيل صغير عمره سنتين. مش كده يا اخوي؟
امك ما قالت لكش حاجة عن موت ابوك؟ حكيت لي طبعا. قالت لك ايه؟ قالت لي انه مات في حادثة. وهي ما جاتش معاك ليه؟ والله نفسي اشوفها. يديك طول العمر يا حاج، والدتي توفت. الباقي في حياتك. متشكر. يعني انت مقطوع من شجرة. اخويا الكبير ماله؟ هو فين؟ بتشوفه؟ مفيش حد في الدنيا حب اخوه قدي، مع اني عمري ما شفته. عاش طول عمره في الكويت، كانت جواباته هي الشيء الوحيد اللي بربطني بيه. كنت اقراها كانها جوابات غراميه، من كتر ما قريتها حفظتها. بعت له قلت له نفسي اشوفك، قال لي لما تبقى دكتور هتشوفني. كان كله امل اني ابقى دكتور. اول حاجه عملتها لما اتخرجت بعت ابشره، وقعدت مستني وصوله، مستنيه يوفي بوعده. لكن للاسف جاني خبر موته. انطخ. ربنا رحمه يا اخوي. حتى ما عرفتش اعمل له جنازه ولا اخد فيه العزاء. شفت كيف قاعد يبص في وشوشنا ويقول ان ابوه مات في حادثه؟ يا راجل احسن الظن بيه، امه كانت ست عاقله وخبت عنه. لو خبت امه عنه اخوه ما يخبيش. اخوه نفر عاقل. اخوه سماوي هرب من السجن وسافر على بره. والله خبر موته نزل على قلبي ما يسجع. هو شاب مليح وزين، صعب على جميله لما عرفت انه وحداني. جميله دريانه بالدور؟ وش دراها؟ هي مشغولة بمذاكرتها وجامعتها. أمانة عليك خلي قلبك يصفاله. المثل بيقول حرص من صاحبك ولا تخونه. والمثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. قصدك ايه؟ عشان لا قدر الله لو مكتوب له يعرف الحقيقة يبقى يعرفها وهو مناسبك وانت جد ولاده. جوزته البنت وخلف منها كمان قطيعة تقطع النسوان وشورتها. صباح النور. على فين بدري كده؟ تحب تتفسح معايا؟ قوي. تعرف ان ليله امبارح اول ليله انام فيها وانا فرحانه؟ هي ساره كانت بسيطه، بس حسيت ساعتها ان انا انسانه. ما تتصورش الملل اللي انا عايشاه في البلد دي، الناس هنا بتنام من المغرب زي الفراخ. لا ده كان زمان، لكن دلوقتي اكيد الحال اتغير لما دخلت الكهرباء. دخلت الكهرباء والناس برضو بتنام من المغرب. انت ناسي المطاريد؟ انا مندهش، مفيش حد قادر يوقف المطاريد عند حدهم. البوليس بيعمل ايه؟ انا قابلت ضابط النقطه، شكله مش ناوي يعمل حاجه. هنا مفيش حاجه بتتعمل، حتى الساعات ما بتمشيش. بص كده على عقرب الثواني هتلاقيه ماشي بتلكع. الحاجة الوحيدة اللي بتتعمل هنا الخلفة، الناس هنا بقى بيخلفوا حلوة قوي. وانت ما فكرتيش تساعديهم؟ اساعد مين؟ اهل بلدك. لو فكرت تعملي شيء يفيدهم بالتأكيد ساعتها مش هتحس بالملل، وهيبقى لحياتك هدف. انا عندي هدف، لما اتخرج ان شاء الله بابا هيفتح لي عيادة في باب اللوق، ساعتها ممكن اكون دكتورة مشهورة. هو باب اللوق ناقص دكاترة؟ أهل بلدك أولى برعايتك. كلامك ده جميل، بس أنا للأسف مش متفقة معاك. أنا بقى عكسك تمام. يا بوي شفا لا إله إلا الله. أجيب لك شوية ماء يا أخوي؟ لا كابوس ونزاح.
في شيء شغل قلبك وراقد على صدرك. واكل كبد الديب وقلبه. ما تخلكش الشاي اللي يخوفني. رايح فين يا ابو رجال؟ عشان لو رجال صحيوا سألون عليك يا اخوي. راجع قبل ما ينام يا ابو. صعب من حاجة الكياب ما تجابلنيش. أنا عمري ما قفلت بابي في وش مريض. اتفضل. القلوب يا دكتور. انت بتشتكي من القلب؟ من الهم اللي فوق القلب. ولا يهمك، خير ان شاء الله. اتفضل هنا لو سمحت. لا انت ردك سليم وقلبك زي الحديد، بس انت موهوم شويه. اتفضل. الله يريح قلبك يا دكتور. اقبل مني دول. ايه دول؟ اتعابك. بس ده كتير، ده كتير قوي. مش كتير عليك، ده مقامك عندي. لا بس انا ما عملتش حاجة علشان استاهل ده كله. انا ليا طلب عندك، لو حققته هخرج من عندك مجبور الخاطر. أمر. ابعد عن الرشايدة. انت نظيف القلب واليد، وهم ناس وسخ وعفاشة. يكفي تسلم على نفر منهم عشان يسيب في يدك اثر من وساخته. ورحمة اخويا، لولا انك في بيتي انا كنت رديت عليك الرد اللي تستحقه. يعلم الله اني صادق في كل اللي قلته. انت مين؟ يا ريت تعفيني من السؤال ده. علشان اصدقك لازم اعرف انت مين. اوزن الكلام بصرف النظر على اللي جايله. بعد اذنك يا دكتور سامي. ما دمت عارف اسمي لازم اعرف اسمك. اسمي عابر سبيل. تفضل دكتور. تفضل يا دكتور. اوعي يا ست، اوعي اوعي. تفضل يا دكتور. بنتي اللي ماليش غيرها. الحقني يا دكتور، ابوس ايدك. الحقني يا دكتور. طمني هنا. طمني يا ست ان شاء الله. اتفضلي بره وقولي لي شويه ميه لو سمحت. قلت لي حاجه ساعه. فين الدكتور؟ اتفضلي. ها
انا جبت العربية عشان ننقلها للمستشفى في البنطة. مش هتستحمل الطريق، انا هضطر اولدها هنا، وانت ممكن تساعديني؟ البركة فيك.